ايه يا نيلي؟ في ايه؟ هتكلميني 200 مره؟ ما اكيد مشغول. هكون فين يعني؟ في المستشفى. هبقى اخلص واكلمك. حاضر حاضر يا نيلي، عدي عليا بالليل في العياده. سلام سلام بقى. لا مؤاخذه يا حاج، لا مؤاخذه يا بنتي، الف سلام عليك. بص انا هكتب لك دلوقتي على شويه ادويه هتمشي عليها لمده اسبوع، وبعد كده هشوفك. شكرا. خد الشيء. عارفه ان اللي حصل مش هين، بس انت برضو بقالك اكتر من 5 ايام ما بتكلمنيش، وانا كنت ممكن بعد اذنك تسكتي خالص. مش عايز اسمع صوتك. انا حماية هنا قال لي ان اخرتها وحشه، وانا اللي ما صدقتوش. يعني الو الو، أنا في العيادة بتاعتي حالا. طيب مسافة السكة هكون عندك. مع السلامة. في إيه يا سليم؟ في إن أنا مش عايز أشوف وشك هنا تاني، مش عايز أشوف وشك تاني أصلا. يلا برا برا. إيه يا سليم اللي أنت اطلع برا، مش عايز أشوف وشك هنا تاني. يلا يلا يلا. أدخل. ازيك يا دكتور شاطر؟ خير؟ في حاجة؟ خير؟ وهيجي منين الخير؟ قول لي يا دكتور، الروشيتا دي أنت اللي كاتبها؟ أيوة يا دكتور أنا اللي كاتبها. فيها إيه؟ في إن المريض اللي أنت كشفت عليه وكتبت له الروشيتا دي كان ضغطه مرتفع جدا، ولسوء تشخيصك للحالة والدواء اللي أنت كتبته له عمل له مضاعفات خطيرة. ايوه يا دكتور، بس هو ممكن ايوه ايه وبس ايه؟ قبل ما تكتب الروشتة دي قست للمريض ده ضغط ولا لا؟ اكيد طبعا يا دكتور قست له الضغط. هو انا بس ممكن اكون اتلخبطت ما بين يا اتلخبطت بالبساطه دي؟ اللخبطه هنا في ارواح الناس يا دكتور. يوسفني انا اقول لك انك موقوف عن العمل ومحول للتحقيق وربنا يسترها. والمريض اللي اتقل للعنايه المركزه وهو في حاله حرجه ندعي ربنا ان ما يجرالوش حاجه. تفضل تفضل لو سمحت.